طيب وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية الحلقة اليوم، وبالإضافة إلى النكهة المميزة التي تضيفها البهارات على الطعام كونها من أهم المنكهات التي تضيف إلى طعامنا طعما لذيذا ومحببا ورائحة زكية. يستخدم كثير من الناس البهارات والتوابل للاستفادة منها صحيا، حيث ثبت أن لها العديد من الفوائد الصحية للجسم عند استخدامها بشكل معتدل، منها ما هو معروف ومنها ما هو لا نعرفه. وللتعريف بما لا نعرفه تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة التغذية سهى العالمي. أهلا وسهلا، صباحك الله بالخير سهى. يعني في بعض البهارات إحنا من زمان أمهاتنا وجداتنا نعرف أنهم يستخدموها في أغراض معينة، يعني ألم الأسنان يحطوا لنا قرنفل، انتفاخ البطن يحطوا لنا كمون، في أشياء معينة نعرفها. لكن في بعض الأمور يمكن اليوم أنت حتوضحي لنا قد لا نعرف فعليا فوائدها على صحة الجسم. خلينا نتناول نوع نوع اليوم واشرحي لنا بالضبط إيش ممكن نستفيد منه. كانت زمان في هيك أمور كنا نتبعها، بس هلأ في صار دراسات أكثر حديثة ركزوا أكثر على الأمراض المزمنة، عشان هيك الناس عم بتروح على موضوع البهارات. إحنا كأخصائيين تغذية كتير بندعي الناس أن يستعملوا البهارات عشان ما يضيفوا سكر أو أشياء إضافات أخرى أو مكعبات مرق الدجاج، عشان إطفاء الطعم يعني، ويصير له طيبة وطعم لطيف. نكهة له. إحنا اليوم جبنا عديد من البهارات، هلأ كلهم بتركز فيهم والمميز فيهم أنهم مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب. بس أنا حذكر مميزات كل واحد فيهم. هلأ في منهم الفلفل أول شيء كتير إحنا متعودين عليه، وخاصة بالمطبخ الهندي ومطبخنا الكامل. الفلفل الأسود هذا الحب وهذا الناعم. هلا بس بدي احكي بسرعه شو الفرق بين الناعم وبين الحب. احنا بنفضل الحب، ليش؟ لانه بعمليه الطحن بصير بتعرض للهواء فبتاكسد، وبالتالي بتحسي انه في طعم صار فيه اقل جوده او فعاليه او رائحه. بنحب كثير بيكون طحنه بنفس الوقت اللي بنستعمله فيه، اللي بيكون فيه هيك انواع انه طحن فوري، يعني زي الهيل بنقدر نشوف انه الطعم بيختلف كثير، بيحتوي على زيوت طياره فبتطير مع عملية الطحن. يعني نطحنه في البيت أفضل. نطحنه بالبيت أو إنه خلاص بوقت يعني وقت الطبخة خليه يحب. طيب. الفلفل الأسود بيحتوي على فيتامين سي، إحنا بنعرف كتير مفيد للي عنده مشاكل بالجهاز التنفسي، كمان اللي عنده نزلة برد بنحس إنه بيفتح الشعب التنفسي لما بياكل فلفل. أيوة، فبحس إنه عم بيتنفس كتير بسرعة، هو مضاد للالتهاب بطريقه كثير مفيده. الزنجبيل وجدت الدراسات انه في بيساعد كثير على الاشخاص اللي عندهم التهاب، وخاصه التهاب المفاصل او الركب، بيساعد في عمليات الموضوع. الناس اللي عندهم ربو بيستعملوا، مضاد للالتهابات، وكمان الاشخاص اللي عندهم كثير نوزيا او دوخه او دوار بيشربوا الشاي تبع الزنجبيل. بس هو يعني بنستخدم الزنجبيل في الاكل كنقطعه وكذا في الطبخ، ولا بطريقه اخرى نشربه؟ ممكن نغليه ونشربه. في ناس بيشربوه مع الحليب كمان الزنجبيل، في حالات البرد كثير بحبوا يشربوا حليب مع الزنجبيل. هو طعمه شوي لازع لانه طيب بس تقل فائدته في حين اذا استخدمناه في الطبخه، لانه ما حيبان طعمه كثير. مظبوط. تقل الفائده؟ طبعا كثير افضل انه احنا ناخده يعني فريش. ليش بنقول نجيب الحبه الفريش ونبشرها ونحطها بالشاي مثل ما هي القطعه مثل ما هي؟ مش مطحون. أيوه. اي شيء طبيعي افضل من هذا البروسيس اللي احنا بنروح فيها. طيب خلينا نحكي عن جوز الطيب. جوز الطيب كثير ناس ما بتحبها او بتقول طعمها كثير هيك لازع، صح؟ كثير هي مفيده للاشخاص اللي عندهم سكري، بنقول لهم انه بتحطوها بالحلويات او بصناعه الكيك. ليش؟ لانها بتعطي طعم حلاوه، وخاصه اذا كانت مع القرفه بتعطي طعم جميل وبدون سكر واضافات. هي مضاده للالتهابات بشكل كثير كبير ومضاده للتاكسد. يعني نحطها كذا حبه ولا؟ هلا ممكن كمان انه في نوع من المبشره انه بتقدر تحطيها ناتميك، بحبوها كثير بطعمها. طيب سهى، يقل فائدة البهارات إذا استخدمناها فريش أو بطريقة ما، أو إذا طبخناها نفس النتيجة تدينا؟ يعني احنا ما بدنا نعملها، كل ما كانت فريش كل ما كانت احسن. بس في بعض مثلا الكركم هلا رح احكي عنه، هلا اذا احنا حطيناه من اول الطبخه فيها زيوت طياره بيروح فائدته بتروح من اول الطبخه. ليش نقول مثلا تحطه على الرز، حطه اخر الطبخه قبل اخر شيء، عشان احنا عم نطبخها بس باخر الفتره. هلا لو احنا حاولنا نكسرها مروان ما مش رح اوصلك. شمتها كفايه. الكركم يعني فوائد فظيعه من هو بين عيله الزنجبيل طبعا. الكركم هاي كركم. هاي كركم بس لو كسر انا رح اكسرها. ممكن نشوف كيف لونها، هي روعه يعني. شوف كيف فيها ماده اسمها الكركمين، كثير يعني مفيده للاشخاص اللي عندهم تصلب الشرايين. الاشخاص اللي عندهم ربو
بنشر. هذه كيف ممكن نستخدمها اذا مو في الطبخه؟ هل ممكن نغليها زي الزنجبيل؟ ممكن طبعا، ممكن باي طريقه انك تاخذيها، بس اكثر شيء بالطبخ الكركم لانه طعمه ما بعرف شوي صعب. هلا كثير بيستعملوها الفتره للبشره، للاشخاص اللي عندهم حب صحيح. او بيدخل في تركيب البشره كثير جيد بصراحه. طيب مضاد للالتهاب، مضاد للجراثيم، حتى بحطوه على اللحمه فكتير مفيد هو الآن. هذا حبيب الكل، أنا صراحة من عشاق الدارسين أو القرفة. كيف تشربيه يعني؟ شاي أحطه على النسكافيه أشربه دائما، أستخدمه يعني موجود دائما البودرة. صح، والحلو فيه انه بيستخدم في الحلويات وفي الطبخ العادي او كشاي، في كثير استعمالات. اكثر ميزه فيه انه هو هايبوكلايسيميك، يعني بخفض مستوى السكر في الدم، فهو مشروب جدا منصح فيه للاشخاص اللي عندهم سكري. يعني يشربوا كوب واحد في اليوم. هلا بدنا نعرف انه البهارات ما إلها ستاندرد او ما إلها جدول انه نقول كم يعني بالضبط قديش لازم نستخدم، مثل مثلا الفيتامينات عندنا جداول بالتغذيه نمشي عليها، ولكن كثير نتطلع على تحسس الشخص قد ايه بيقدر يتحمل. مش كل الناس تقدر تاخذ الزنجبيل، في ناس ما عم تتقبله صح. والقرفه نفس الشيء، القرفه بتساعد في الهضم، مشروب بدفي بالشتاء، وزي ما قلنا السكر بي ممكن في دراسات بتحكي انه بخفف من ضغط الدم بي يعني بشكل ملحوظ. يعني في دقيقه اذا بتحدد لنا الاصحاب الامراض المزمنه اللي عنده قلب، سكر، كوليسترول، سكر، قرفه، كبش قرنفل، اللي عنده مشاكل بالاسنان، اللي ما بيحب الاوميجا 3، في اوميجا 3 ومغنيسيوم وكالسيوم الكبش قرنفل، واللي عنده رائحه فم كمان بالكبش قرنفل ما حكينا عنه. الكاري كنت ما حكينا بسرعه، حتى القرفه اظن لي رائحه الفم صح؟ صح ممتازه. الكاري بدي احكي عنه، هو عباره عن مزيج اغلب هاي الامور. الكاري الغريب فيه انه هو بيحتوي على الحديد، لانه كانوا ما هو زمان يمكن يحضروه في اطباق من الحديد، فبدخل فيه معدن الحديد، مناسب للاشخاص اللي عندهم فقر الدم. روعه. الكاري كمان بنشط الدوره الدمويه، بيساعد من محاربه سرطان القولون، وكمان بدخل في تخفيف الوزن بالتخسيس كمان الكاري والفلفل والهاي الامور. جلسه كمان اللي حكينا التهاب المفاصل الزنجبيل. طريقة الحفظ أيهما الأفضل على السريع؟ على السريع يلا نحطهم في، نشيلهم من الباكت أو البلاستيك ونحطهم في زجاج، نكتب اسمه وتاريخه، ما نحفظه أكثر من 6 إلى 12 شهر، وما نحفظ جنب الفرن أو الغاز لأنه الحرارة بتأثر كثير على طعمه. وكثير سيدات بحطوه جنب الفرن، نحطه بعيد. شكرا جزيلا لك خبيرة التغذية سهى العالمي على كل هذه المعلومات، يعطيك العافية. شكرا.